المجيد. وللتعليق على الأسواق العالمية معنا في الاستوديو السيد نور الدين الحموري كبير استراتيجي الأسواق لدى ADS Securities. أهلا وسهلا بك نور. طبعا مجموعة من البيانات الأمريكية ستصدر هذا الأسبوع، ما توقعات هذه الأرقام وما هي الأرقام الأقوى التي ستؤثر بالطبع على سوق الأسهم؟ نعم، لدينا اولا الاكزيستنج هوم سيلز او ارقام قطاع الاسكان، اكزيستنج هوم سيلز والنيو هوم سيلز او مبيعات البيوت القائمه الامريكيه والمنازل القائمه ومبيعات البيوت الجديده. اولا شيء الاهم او تكمل اهميه هذه الارقام بانه هذه الارقام لشهر مارس التي كان فيها الطقس افضل من ما كان عليه خلال يناير وفبراير الماضي، فيما لو اتت الارقام باي خيبه امل من جديد سيكون هناك المزيد من علامات الاستفهام عن مدى صحه الانخفاضات التي حصلت خلال الفتره الماضيه، هل هي بالفعل بسبب الطقس السيء ام هو شيء اخر؟ كما هو الحال الذي شهدنا بالمانيفاكتشرنج او هي قطاع الصناعات، على الاقل شهدنا انخفاضات بشهر ابريل او بالارقام والتي هي خاصه بشهر ابريل الحالي. على الرغم من ذلك ايضا يعني لم نشهد هناك بشهر ابريل كانت الحراره، او الان نحن في الربيع، لا يمكن ان تكون الانخفاضات هي بسبب ان يكون هناك في طقس سيء، بينما هناك في عوامل اخرى في الغالب ما نرى انه هو احد العوامل اللي هي تخفيف التيسير الكمي من قبل الفدرال الامريكي. ايضا لا ننسى انه جانت يلن عادت من جديد تعطي نوع من عدم الـ يعني uncertainty او عدم التاكد واليقين حول تاريخ او فتره بالفعل رفع اسعار الفائده، بالرغم انها ذكرت انه سيتم رفع اسعار الفائده بعد 6 أشهر من وقف التيسير الكمي بالكامل، لكن السؤال هل بالفعل سيتم وقف التيسير الكمي وما هو توقيت وقفه؟ هذا الشيء الى الان غير واضح. طبعا الارقام الامريكيه او على الاقل نتائج الشركات، هناك نتائج شركات ايجابيه، لكن ننظر من جديد الى ارقام اخرى وهي earnings growth او اللي هي النوع من الايرننجز او اللي هي النتائج الايجابيه، لكن الجروث او عمليه او معدل الارتفاع فيها لا زال في انخفاض مستمر، وصلنا الى ادنى مستوى منذ العام 2012. هذا ما يعطينا نوع من الاشارات ايضا هناك نوع من التاثير من تخفيف التيسير الكمي. ولا ننسى ايضا انه الشركات عادت مره اخرى الى تحركات ما نسميها باي باكس او اعاده شراء الاسهم، وهذا شيء يعتبر سلبي لا يعتبر شيء ايجابي. طيب دعنا نتكلم عن قرار البنك المركزي الاوروبي، كيف سيؤثر على العملات وبالاخص على اللجنه الاسترليني واليورو؟ شاهدنا اولا المركز الاوروبي خلال الفتره الماضيه لم يقوم بعمليات تخفيف اسعار الفائده او المزيد من اي اجراءات بسبب شيء مهم هو استقرار البزنس كونديشنز، لكن خلال الاسبوع الماضي شهدنا ارقام الزد اي دبليو ينخفض للشهر الرابع على التوالي في الاتحاد الاوروبي والشهر الخامس على التوالي في المانيا، هذه احد الاشارات التي من الممكن ان تكون المحفز، لكن نخشى من انه تخفيض اسعار الفائده لن يكون هو الشيء الاسلم الان، ممكن ان يكون هناك ايضا شيء اخر من ناحيه اعلان عن LTRO3 او برنامج تمويل ثالث او شراء السندات، لكن تكمن السؤال ما هي السندات التي سيتم شرائها؟ هذا من جهه، جهه البنك اوف انجلند الان ايضا سنسمع نوع من التغير خصوصا بعد انخفاض معدلات البطاله الى 6.9، والاهم من ذلك انه الويجز او اللي هي عمليات او الرواتب اعلى من الانفليشن، الرواتب الان 1.7 بينما الانفليشن او التضخم 1.6، هذا الفارق بيناتهم 0.1 سيؤدي بالبنك الى بدايه الحديث عن ما يسمى بالاكزيتنج استراتيجي او هي استراتيجيه الخروج وبدايه تخفيف تيسير الكمي، على اثر ذلك الجنيه الاسترليني واليورو ايضا الى مزيد من المكاسب، ولهذه الاسباب لم نشهد اي تراجعات حاده خلال الاسابيع الماضيه. نعم، ما زال طبعا اليورو متماسك والجنيه الاسترليني متماسك. طيب نور، ماذا عن الذهب؟ يعني نراه يوم يرتفع وباليوم الثاني نرى طبعا يعني المزيد من الخسائر، هناك بعض المحللين يقول بان المستويات المستهدفه للذهب 1400، ولكن هناك ايضا قسم اخر يقول بان المستويات هي عند 1200، ما رايك في هذا؟ انا لازلت منذ بدايه العام عندما ذكرنا انه شهدنا خلال العام الماضي 1180، طالما لم نعد ونشهدها لمده 52 اسبوع في الغالب لن نشهدها خلال الفتره المقبله، مستويات المستهدفه لا زالت 1400 وما فوق ذلك ايضا لأكثر من عوامل، أولا التوترات الخارجية نوعا ما أو ما يحصل الآن في أوكرانيا ودول العالم، هذه من ناحية، الناحية الأخرى البنك المركزي الصيني أو البنك الاحتياطي الصيني قام بعمليات تخفيف التضييق على الإمبورت أو سيقوم بذلك، هذا ما يعتبر شيء إيجابي جدا للذهب، أيضا لا ننسى مزيد من تراجع الأرقام الأمريكية سيؤدي مرة أخرى بأنه دعم الذهب، لأنه سيكون هناك في نوع من يعني نوع من الأسئلة حول الكريديبيليتي أو نوع من مصداقية الفدرال الأمريكي حول عملية التعافي الاقتصادي. لا ننسى أن هناك في بنوك عديدة انخفضت أرباحها بالمقارنة مع الربع الأخير من العام الماضي، أيضا سيتي جروب على الأقل بالرغم من التعافي الذي كان يتكلمون عنهم إلا أنهم قاموا بتسريح 300 شخص وأيضا أرباحهم انخفضت 10% وفشلوا به
الملاءة الاختبارات الملاءة المالية بالنسبة للفيدرالي، لكن السؤال الأهم من ذلك أنه السيناريو الذي وضعه الفيدرالي الأمريكي للملاءات المالية للبنوك هو يعني أقل حدة بكثير من ما حصل في العام 2007. إن كنت أريد أن أفحص البنوك بشكل صحيح يجب أن أضع سيناريو أسوأ مما حصل في 2007 لكي أستطيع أن أقول يعني أسوأ من 2007 لم يأتي إلى الآن. فإذا أريد أن أفحص هذه البنوك وقدرة احتمالها يعني قدرة احتمالها سأضع سيناريو أسوأ مما حصل في 2007 لكي أقول أنه البنوك بالفعل قادرة على ذلك. وجانت يلين قالتها خلال الأسبوع الماضي أنه قد يكون البنوك بحاجة إلى رؤوس أموال جديدة أو رؤوس أموال أكبر. هذا الشيء الذي يخيفنا خلال الفترة المقبلة أو خلال العام الحالي على الأقل. شكرا جزيلا لك نور الدين الحموري، كبير استراتيجي الأسواق لدى ADS Securities. شكرا جزيلا.